العدد مذهل أستاذ سعد، وأنا أتكلم هنا ليس عن خيال، أنا أتكلم عن أسماء مدن لدي اي بالأسماء وبتاريخها وبموقعها العام أطابقها. لدي ما يزيد على 2000 مدينة 2000 مدينة في بلاد وادي ما الرافدين. قام في بلاد وادي الرافدين، يعني مع المعالم الأخرى يكون لدينا 2400، منها النسبة الكبرى على أرض العراق. وهذه مدن لها تاريخ، وفعلا أنا القوائم اللي أعددتها، أنا خلال الأيام الأخيرة بدأ أحضر الكتاب الجديد للصدور. دكتور، هذه المدن تتحدث عن المدن التي اكتشفت أم المدن التي وثقت في الكتابات؟ التي وثقت. وهذا السؤال المهم أستاذ سعدو. نعم، هذه المدن التي وثقت فعلا، ولكن إذا تساءلنا كم هي نسبة ما اكتشف منها في العراق فقط، ما اكتشف منها يقل عن 4%.